هذا الكسكسي الجزائري ما شاء الله. هذا قلت لي يا عمي يعني قمة الترحيب بالضيف. أنك محاولة النظام المغربي وأزلام السطو على كل ما هو جزائري. دافعوا على تراثكم، دافعوا على حضارتكم، دافعوا على عاداتكم وتقاليدكم، ما تخلوش يدوكم حقكم. السلام عليكم مجندي، هضروا على تراث بلادكم، دافعوا على بلادكم. علاش غيدافعوا؟ الله اعلم. راه خصو يقول العكس، راه نتوما سرقتوا كل ما هو مغربي، راه صافي. اخر حاجه الاخوان القندوره المراكشيه ديال 30 درهم، ديال 25 درهم، هي هادي ولا سميتو هذيك خلالة عرفتوها، هي هادي طازرزيت، قال لك راه جزائريه. المهم تبع الفيديو حتى الاخر، ما تنساش الاشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوف هذه القناه، لايك، بارطاجي الفيديو. بارطاجي ما خاصش والو، غادي نتكلموا على اللباس الامازيغي، التراث ديال بلادنا في هذا الفيديو ديال سوس. الفيديو الجاي ان شاء الله غنقدروا نديروا ديال الاطلس عاد ديال الريف والصحراوي، لانه الفيديو غادي يكون طويل. المهم غادي نحاول ندوز بعد الفيديو، ونفس الوقت كاينين الناس ربما اول مره غادي يشوفوا هذه الحوايج هذه. المهم غير تبع الفيديو كما قلت لك، بارطاجي الفيديو. هو ما سمع شنو تيقولوا اللي ماشي حتى حاجه ديالهم، دافعوا بارطاجيو ديروا سميتو. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، خرجت وحده قالت لهم بارطاجي واحد الاوديو تقول فيه اي جزائري تيدير لي فيديو في الفيسبوك، في اليوتيوب، في التيك توك، في انستغرام، اي حاجه شافها يقول جزائريه، تراث جزائري. هذيك سرقه زاديه اللي دارت داكشي، وراه الفيديو مبارطاجي شحال هادي، راه قلتها لكم شحال هادي انا. ها هو دابا بدا تيطلونس هذاكشي ديالنا. لا كاين بنادم عنده 2 مليون ديال المتابعين في اليوتيوب، في الفيسبوك، صفحات كبيره، ما يقدرش يدوز ولو فيديو من التراث ديال بلادو، ولو فيديو. اشنو مقابلين الرياكشن؟ يجي بادي تتشطح، شوفوا هادي راه مدافزه مع راجلها، ردت الفعل ديال هذا راه في الغابه، مغامره، هادي تخربيق ديال والو، ولو فيديو في سيمانه على بلادو ما يقدرش يدوزو. ما فهمتش انايا كيفاش نتومايا تسرق شي حاجه عاد تنجريو تنقولوا هادي راه ديالنا، هادي راه مغربيه. ديك الساعه بلا ما تقولها اكون بينتيها ملي كانت هنا. ها هما بحال هادشي اللي غنشوفو في هاد الفيديو، قليل اللي عارفو. وما تنهضرش غير في سوس، كاين الاطلس، كاين الصحراوي، كاين الريف، كاين فاس، كاين مراكش، جميع المدن المغربيه. ولكن حنا لا، تا نشوفوا البراني هز شي حاجه ولا سرق شي حاجه عاد تنقزوا نقولوا راه ديالنا. مثلا هادي اودي تبارك الله على الناس الجاليه، تعجبوني انا الناس ديال الجاليه المغربيه. مثلا بحال هاد السيده سولها شي واحد ولا شي وحده، قالت ليها باش انتيا مغربيه، يلاه شوف على سؤال سولوه باش انتيا مغربيه. بحال هاد الناس ديال الجاليه، اي حاجه شافوها مغربيه تما تيصوروها تيبارطاجيوها، برافو عليهم. هادشي باش كيعجبوني. حنا هنا ولاد البلاد عنده كونت عنده 3 مليون متابع، خايف على القناه حيتاش ما تيدوزوش الفيديو بحال هكا، كيدير لك باق تيدوز لك 3 ثواني، يدير باق يدوز لك 10 ثواني. انا الفيديو راه تنخليه 2 دقائق 3 دقائق، وتيجي واحد تيقول لي واش الساعه صاحبي حيد تصويرتك ودير تصوير الفيديو نشوفوه مزيان، ياك المرضي باش انا تضرب لي القناه، انت اللي مريقلي. راه هادشي قوانين عنده في اليوتيوب اصاحبي، ما شفتيهمش هذوك اللي كيدوزوا لك 3 ثواني 10 ثواني. انا راه تنجيب لك فيديو فيه 3 دقائق 4 دقائق 2 دقائق تيهضر. اما في القانون ديال اليوتيوب قال لك اسيدي ما تفوتش 15 ثانيه ولا 20 ثانيه. كيجي واحد ديما كل نهار غي تنلوح الفيديو شنو تيقول لي، واحد تيقول لي الصوت ما كاينش، واحد تيقول لي انت مالك حيد وجهك كمارتك من تما، ياك المرضين حيد كمارتي. ايوا تسنى علاش داخله عندي كاع اصلا، اودي نولي بواحد معاكم نتوما. المهم ما عليناش الاخوان. مثلا كما قلت لكم، ها شوف السيده، اسمع وريني بلي انت مغربيه بلا ما تقولي لي بلي انت مغربيه. الرايه ديال المغرب، الصناعه التقليديه مغربيه،
كل شيء مغربي براد اكل اودي ما شاء الله عليهم وصافي. الناس اللي جاليه والله الا كاينين بالله. شوف شوف ليا هذا عاود ثاني هنا، هذه واحد السيده دخلت لواحد السوق تجاري ها اللي تنقول ديما اي حاجه مغربيه يديروا عليها الدرابو ولا يديروا فيها شي حاجه اللي انها مغربيه. شوف هنا شوف شوف الزينه صباح منك هذه الدم اللي كاين مرار مرور الكرام. هذه كبيره زوينه الصراحه تبقى كل اسعار راه نقول لكم اسعار خياليه. لا برافو برافو عليهم الناس اللي جاليه والله الا كاينين شفتهم بزاف ديال الدراري ملي تيمشيو لشي بلاصه تلقاو ديك الخريطه ديال المغرب ما كاملاش تيكملوها فهمتيني، راه كيمثلوا المغرب ونفس الوقت يدافعوا على بلادهم والله الا تحياتي ليهم. ونفس الوقت بحال هاد السيده هذا غادي غادي سميتو لقى ديك المرتزقه ديال هذوك مخلصين هادو تكلمت عليهم في واحد الفيديو طيب ما عقلتش من فيديو غير شي يوم نهار ونص ولا يومين دار باش تكلمت عليهم قلت لكم بلي انا كاين واحد ثلاثه الناس واحد صبليون ومرتو ولا صاحبته واحد خوه مخلصين عند النظام الجزائري بغاو يديروا واحد الدوره حول العالم فهمتوني كيفاش باقيلا هما هادو الشو ها هما حيتاش دايرين معاهم بالبيكالا بالبيكالا وهازين ديك الشرويطو تيدورو ومخلصين فهمتيني. ملي قلت لكم راه مشاو للقضيه ديال فلسطين بغاو يخدموا معاهم يتخلصوا زعما يدافعوا على فلسطين ما كاينش اللي مسوق لهم مشاو عند الكبرانات ديال الجزائر خلصوهم ها هو وصلوا مغربي. شوف خوتي المغاربه شوفوا هذا المنظر اللي شوف هذا المنظر شوف انا خدام دابا كنتلاقى هاد البيكالات شو كيتمشى ويبان لي الخرقه نتاع بوليزاري وموراهم. شوف انا نقرب لهم كندبر شي واحد اللي يكون عربي نهضر معاه ولا شي حاجه والو شوف اي قول قول فهمت يكون اسبانيول ولا ما نعرف ها هو هذا اللي قدام نمشي نشوف واش عربي ولا مش عربي. هاد الطريق اللي فيها فيها الكاميرات مبغيش ندير معاهم شي منظر ماشي هو هذاك فهمت. غادي نشوف واش بغي يريضو يهضرو معايا ولا ما يبغيوش غنسيمها. انا دابا في فرنسا في غومون سو غيزار شي مدينة صغيرة يعني ما تقدرش شي شكل هادشي بوليزاريو سهرة اوكسيدنتال ماروكان ها سهرة ماروكان با اوكسيدنتال لا 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 اون بو ديسكوتي او با. شوف انا غادي جبت التليفون باش يصور لي حتى هو. شوف سحرة مغربية اخويا on peut discuter ou pas hein? On peut discuter ou pas ouais. On peut parler non. Non, non thank you. Ah, Sahara Mgharibia. Et vive le Maroc. Ah, قال لك Sahara Occidental. Sahara Mgharibia, خويا. سمعتو؟ حتى هو ولا تيصور فيه. الناس اللي تيحبوا بلادهم. اودي تحياتي الناس الجاليه فيما كانوا واخا نخليوها هنا ونرجعوا للقضيه ديال اللباس الامازيغي السوسي. هذا سوس فقط. شوف هذه قلت لكم باللي انه حتى هما ولاو تيطرزوها في حوايج قال لك راه ديالنا. راني شفت وحده ديك خايتي ملي مشات لذاك القصر المشوار في تلمسان حيتاش هذيك البلاصه اللي عندهم البلاصه الوحيده اللي عندهم الا بغاو يصوروا شي فيديو مع الزليج ولا مع القبص هذيك البلاصه هي اللي كاينه لانه داك القصر المغاربه اللي عاودوا داروا ليه الترميم صلحوه بالزليج المغربي بالقبص بالنقش المغربي بكل شيء بالشهاده ديال بوتفليقه راه كاين واحد النص خور فيه راه ما مصوب ما والو الا ان تحداهم يمشيو يصوبوه فيه النص مريب باقي تمايا داكشي اللي صوبوا المغاربه هو اللي مشاو دابا تيتصوروا فيه تيتصوروا فيه تيقولوا لك هذا الزليج ديالنا هذه ديالنا القفطان ديالنا هذيك البلاصه الوحيده اللي عنده. وقول لهم مشاو شي بلاصه اخرى من غير ماشي بحال المغرب فيما مشيتي لفاس مشيتي لمراكش كازا الرباط اكادير صويره العيون الداخله فيما مشيتي غتلقى الزليج المغربي في الجامع في المساجد في القصر في الحمامات في الديور في الشارع في اللوحات
اي بلاصه تلقى فيه اسم، هما اللي عندهم ديك البلاصه فقط، داكشي اللي صوبوا المغاربه، الصانع المغربي اللي صوب داكشي. ودابا قال لك اسيدي قولوا اي حاجه شفتوها راه جزائريه، ما عليناش حنا عارفين اش عندنا، عارفين ديالنا. بالنسبه هذه هاد الخلاله ولا هاد التزرزيت هي اللي قلت لكم شفت واحد السلام داك الفيديو مشى ليا، راه بارطاجيته معكم في الفيديو اللي فات، طرزوها في داك السلام، ولكن راه السلام غير مغربي، راه شارينو من فرنسا، جابوه لتما تصور به واحد خاينه، راه واحد الدري تما شت الكونت ديالو في تيك توك. المشكله الاخوان تيديروا ليا بلوك، فهمتيني؟ مثلا بحال هذوك اللي تيديروا هادشي ديال الملابس ولا في الجزائر، عاد تيشوفوا تصويرتي تيديروا ليا بلوك، عارفيني تنجبدهم تحب الحوايج. المهم الاخوان، هادي هاد الخلاله هادي، هاد التصاور اللي تتشوفوا حاليا راه من واحد المتحف في باريس فرنسا، خلاله مغربيه، الرمز اللي هو قديم عند الامازيغ في المغرب، خاصه في سوس. الا مشيتوا لاكادير غادي تلقاو واحد الرومبا في التشيره فيها واحده كبيره بحال هادي كبيره، ودابا هما جايين تيقول لك راه ديال اسم. ما عليناش، اول حاجه نبداو بهذا الفيديو، هذا السيد تيبيع ويشري في الحوايج، هو غادي يقول لنا الاثمنه ونفس الوقت يورينا اشنو اسميتو، فهمتوني؟ المهم تيهضر بالامازيغيه، ولكن راه الاثمنه راه داك الشيء راه باين واضح بالنسبه للاثمنه، تيهضر بالدرهم. سير اسيدي نشوفو، ودار لهم مسابقه، دار لهم مسابقه سيدي، اللي شرى عندهم غادي يشار، الناس تيديروا مسابقه غير باش يبينوا هاد السلام عليكم مازول الحباب المعزين، مرحبا بكم. اليوم نبدا هي المجموعه 68 اللي قلت لها 68 دي زوان ديال اللبسه الصحراوة، دي 16 البياس ارتسكار 16000 ريال اللي هي 800 درهم. الا الشكلات ديال ايغليني فولكين كالحاج اللي بارا ايفولكين لاقي ستاجي عدلن لاقي صدري امقر ارتسكار 1000 درهم، لا تقيس ثمن البياسات اللي الموديلا ديالنا ولا انت كلينتون اكحلي صياد ودال الى قطانة خضري ديس المسائين كل 8 بياسات كاع ولانتات 16000 ريال. الي داغ الموديلات ولانتا اللي غير الصياد كاع فاس واحد لاقيت حلا بمقور كاع 15000 ريال 750 درهم، الي تقيس ثمن البياسات. الي تبدا هي الديكور اللي بهراء فولكين دوفاس صياد شبكانز مسائين كل عمرنين لوباني مقور هاتسكار 900 درهم اللي هي 18000 ريال قيس 9 البياسات. هي لي الديكورات داغ اللي غير لا وحلا مقور اللي نقيس الدواء وحي سنين القطيب المسائل مش كلوس قيس القطيب اللي قيس تاع البلغانس. المهم كومبليت هاتسكار 900 درهم قيس مراوت البياسات. سي لي خت داغ انت الزانين مزينين على حساب اختيار النون، خت تقات 12 عام قيس 7 البياسات هاتسكار 500 درهم. سي لي خت 6 سنين هاتسكار 6000 ريال ها؟ ما كاين غير 900 درهم 1000 درهم لباس الامازيغي، ولكن هذا راه غير خاص بالمناسبات بالافراح العراسات تتلبس فقط. راه كاين اللباس الامازيغي اللي ديال الدار اللي تخرج به تخدم به من ناحيه كسوه جلابه سميتو هذيك القندوره، المهم بزاف ديال الحوايج. هذا مبين غير ديال المناسبات، مثلا بحال العيد الكبير جاي في الطريق ان شاء الله بنادم تيشريو مثلا بحال هذا، ولكن امتى غادي تسميتو تيسرقوا عاوتاني ولا سميتو عاد نخرجوا نقولوا لا هذا راه مغربي، هذا مغربي، علاش دابا ملي مغربي ما نتكلموش عليه ونبينوه؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الناس اللي سولونا على القرعه كيفاش دايره، يعني القرعه راه ما فيهاش بزاف ديال الشروط، يكفي انك تشري اي حاجه المحلات ديالنا مجوهرات بلاكيور اكس بي اسي ولا لباس تقليدي الامازيغي اي محل من المحلات ديالنا، ويعني وتنقيدو المعلومات ديالك وتتشارك معنا في السحب. والى هذاك الله بارطاجي هذا الفيديو، هذا هما الشروط اللي كاينين، شري وشارك. برافو، تحياتي لهاد الناس هادو، مهلا برافو عليهم. واخا نزيدو نشوفو هاد المجوهرات تا هما اللي قليل اللي عارفو، ولكن الناس تسوس البنات العيالات عارفين هاد القضية. شوف كلشي نقرا على ما اظن، شوف تيسولونا على اللبسة ديال الدراري الصغار،
في تمازيغ اللبسه الامازيغيه ديال الدراري الصغار، عندنا مختلف الاشكال وعندنا مختلف الاعمار من عامين الفوق، سواء في اللبسه سواء في الاكسسوارات ديالها. عندنا هذا تنسميوه حتى ونزه، وعندنا هذا الدبج الصغير نفيني مزيان وبالقرش، عندنا هذه اللبان الصغير، وعندنا هذه الصدريه، هذه هي الصدريه، وعندنا هذه حتى ونزه، هذا الموديل الثاني، عندنا هذا الموديل وعندنا هذا الموديل حتى ونزه. بالنسبه للناس اللي تيحبوا اللبان بالمرجان، هذا هو اللبان بالمرجان، خفيف وزوين في اللبسه بالنسبه للمنظر وخفيف حتى في العمل. عندنا الطوينكات هما هادو، والصدريه احلب هما هادو. بالنسبه للبلغه عندنا حتى هي مختلف لي طاي على حسب الاعمار، هذه بلغة صغيره ديال الدراري الصغار، هذا القميص ديال البنات الصغار، وهذا عندنا مختلف الاحجام، عندنا مختلف لي طاي على حسب العمر ديال الدري الصغير. عندنا هذا القطيب، القطيب تسميوه القطيب، هذا القطيب ديالو. عندنا الصايه هي هذه الصايه ديال الدري الصغار، والدال ديالها هذا تيتلموا بجوج. بالنسبه للناس اللي كيسولونا على الثمن ولا السلعه، مرحبا بكم عندنا في الخاص، مرحبا بكم اللي بغى يسولنا شي سؤال. شو تبارك الله، شحال ديال هذاك اسمي اللوبان وشحال اسميتو، ولينا بعدا نشوفو اسميتو مع مثلا هاد القناه هادي اللي جات عندهم دارت معاهم الروبورتاج. مزيان مزيان حالوك، هادشي اللي بغينا حنا. حنا حتى القنوات اللي في اليوتيوب، اصحاب القنوات الصفحات في الفيسبوك، مره دير شي فيديو ولو فيديو في الشهر ولا في عام، هضر على التراب ديال بلادك. ها شوف هنا كما كنشوفوا تبارك الله، هنا شحال ديال اللوبان وشحال ديال الانواع ديال المجوهرات الامازيغيه. شوف تبارك الله المراه الامازيغيه في من بكري، شوف تبارك الله اذا كانت معروضه ولا عرفتي شحال خاصها تلبس، راه خاصها واحد 10 كيلو ديال اللوبان طازر زيد داكشي ديال السدر، هذيك الحوايج وسميتو الراس واليدين والعنق ترى طوار. انه هنا فين تتعرف ان المراه الامازيغيه من بكري كانت صحيحه، ماشي فحال دابا ما تقدرش المراه تلبس هاد المجوهرات كامله، والله ما تقدر عليهم، غادي تخنق اول حاجه. كانوا الناس بكري تيلبسوا تيسترو الحوايج ديالهم مستوري، مثلا كما شفنا في البدايه ديال الفيديو اغلبيه حوايج ديال الامازيغ راهم مستوري، ماشي هذا جات الشيء اللي ديالنا. المهم الاخوان راني طولت عليكم الفيديو، كثرت الهضره عاوتاني حيتاش كاين شي وحدين تيجيو تعرفوا تبارك الله يكتبوا، انت تتهضر نص على المكانه وهو يجي يخسر لك كلشي. لا شنو غنستافدوا اودي، ما تستافدش، شكون قال لك استافد، خليك هكاك بلا مشاكل، تنحل مع شي ناس اصاحبي والله تي. الله عليك.